القراءة في كتب التفسير، وهي ولا شك تحتوي كثيرا من الآيات القرآنية، هل تجوز للمرأة المعذورة أو لا؟ لا بأس بقراءة كتب التفسير الحائض والجنوب، لأنها لا تسمى قرآنا، وإنما تسمى كتب التفسير، لكن لا يقرأ الآية، من عليه حلف أكبر لا يقرأ الآية، وإنما يقرأ تفسيرها. لا، جزاكم الله خيرا.